اليوم انا متواجده وياكم في جمعيه الاتحاد مولو. طبعا بدر مكلفني بهالمهمه اللي نوعا ما اعتبرها صعبه، واللي هي اني انا اجيب المقادير. خلونا نشوف شو بنسوي. اوكي، حصلت شيء. اشوف اي نوع يبغي هو. هذا يمكن؟ هو عموما اذا ما طبخ فيه باكله. هاي بعد يقولون حلوه. سكر سكر. يبغي فانيلا وكريمه الخفق. كاتب لي بالعربي الفصحى بعد عشان يسهل علي الموضوع، وايد صعب القى من بين هالاختيارات كلها يا بدر. سكر ابيض، وين بحصل السكر؟ هني؟ الحين سكر طحين ودقيق الذره. ما بحصل هني شاي قهوه، سكر دقيق تمور وعسل، حصل. اي نوع اختار؟ زين هو ما قال لي طحين رقم واحد ولا طحين رقم اثنين، كيف اعرف؟ وحلويات يعني اكيد طحين رقم واحد. باخذها نشا الذره. ناقصنا الحليب والزبده وفانيلا. يمكن احصل فانيلا هني؟ تدري ما عرفت اي فانيلا انت تبغي، في شي سائل وفي بالشوكلت وفي الفانيلا الساده، اي واحد تبغي؟ اشوف. لا ها لحظة، خلط كيك. هل شي مرسوم عليه شيء؟ اوكي، عيل انا باخذها. الحين خلينا نشوف وين الكريمة، اي صوب الكريمة. اوكي، باجينا الحين بودرة القهوة نسكافيه. اوكي، الحين باجينا الزبدة، ولازم تكون مو بمملحة، فخلنا نشوف وين بنشوف الزبدة. بناخذ غير مملحه لانه سويت، فحصلنا الغير مملحه. بغيت اخذ لك المملحه على فكره. خلنا نشوف الحين. خلصنا، انا بصير كاشير. الحين انا وصلت لنهايه المرحله. طبعا بصير الاستديو عند الشيف بدر وبنشوف كيف يحضر فناجيل القهوه بالايس كريم. خلصنا وان شاء الله تكون كل المستويات صح. شكرا. يا هلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم الجديد سكر زيادة. راح أكون أنا وياكم دعاء الحمادي والشيف بدر، كل جديد ومتنوع وأكيد شهي ولذيذ ويانا بيكون في سكر زيادة. مرحبا بك بدر، نورت سكر زيادة. هلا فيك. طبعا اليوم قاعدة أشوف فنايل القهوة، وأتوقع الحلوة راح ترتبط أيضا بالفنايل، فيا ترى تخبرنا عن اسم الوصفة. أكيد، اليوم بسوي لكم حلوة فنايل القهوة. وهي مستوحاه لان من رمضان، فقلت فنايل القهوه انه فكره حلوه ان نحط البودينج في فنايل القهوه. يا سلام، طيب شو رايك نبدا؟ يلا نبدا. بسم الله. اول شيء بناخذ سكر ناعمه الحبيبات. بنستخدم 4 ملاعق كبيره. اوكي. وبنصبهم في التاي. حلو، إذا بنستخدم 4 معالق من السكر. هي. ممتاز، وعقب؟ بعدين بنستخدم 2 ملعقة من نشا الذرة. ونشا الذرة يساعد أن الخليط يكون غليظ. ويخليه بعد متماسك على ما أعتقد. هي. حلو. بعد ما نحطه في الثلاجة أنه بيكون متماسك. جميل. بعدين عندنا بودرة القهوة. حلو. بنستخدم 3 ملاعق صغيرة. إذا بكمية الفنيال اللي أوردي عندك. هي.
اي قهوه عادي صح؟ اي كيف حلو اسبريسو ايش يعني اللي تفضلون على حسب يعني اللي يحبونه ثقيله يحبونه خفيفه على حسب نوع القهوه ومن تلعبون مقادير اوكي بعدين عندنا كوبين من الحليب حلو بنصبهم شوي بس ما بنصبهم مره واحده نبي نساعد على اساس ان نخلط؟ اي حلو بنخلطهم شوي بنصب فيه الباقي طول ما نحن نحط الحليب نخلط على اساس انه ما تكون فيه هاي الكتل ما تكون الكتل الكبيره الخاصه بالنسبه نخلطها شوي قبل ما نحطها على النار عشان مثل ما قلت الكتل الكبيره ما تكون موجوده بعدين بنحطها على نار متوسطه طيب عقب ما نحطها على نار متوسطه طبعا بيبدا الخليط يتماسك ويغلط ونشذره تقريبا يبالي على الاقل 3 دقائق لين 4 دقائق عشان يبدا انه مفعوله يطلع ويكون الخليط يكون متماسك. كم تقريبا يباله؟ كم دقيقه؟ بنبدا من 4 دقائق لين تقريبا 9-10 دقائق حسب انتم تشوفون يوم الخليط يكون متماسك. كل ما يكون متماسك اكثر يكون افضل ولا له درجه معينه من التماسك؟ لا يوم يبدا يفور تشوفون انه يكون غليظ بعدين خلاص بنشيله من النار. خلاص ممتاز، احنا الحين بنتراي وياكم مشاهدينا كيف ممكن ان هالخليط يتكون. الحين ما شاء الله بدر قاعدين نشوفك قاعد تخلط هالمكونات وشكلها المكونات بدأت تتماسك. هي مثل ما تشوفين الحين بدأ يفور فها نتيجة نشا الذرة اللي حطينا فيه تقريبا من 3-4 دقائق من التريا لين ما يفور ويغلط الخليط. أنا بصراحة من مدمنين القهوة وريحة القهوة فاحت فأتمنى إن شاء الله أن هالوجبة تعجبني وأقدر أنفذها في البيت وإن شاء الله تكون سهلة بعد للي قاعدين يشوفونها. إن شاء الله آخر شيء بنحط عليها مفاجأة بعد بيكون حلاوة أكثر. بتحط عليها مفاجأة، شو نوع المفاجأة عذرا بدر؟ تريه شوي تشوفين. أوكي. طيب الحين كم كيف نعرف أن هاي الفترة اللي الحين استوت فيها سميكة أن هاي الفترة المطلوبة؟ أحس أني أنا بلخبط إذا أنا بروحي قاعدة أسوي هالشيء. زين فبتتريون تقريبا على الأقل 3-4 دقائق. 3-4 دقائق بنتاكد انه مفعول نشا الذرة انه بدا يعني يعطي نتيجه بعدين بنبدا نخلط مثل ما تشوفين الخليط شوي يكون غليظ بعدين بدا يفور بناخذ من النار يوم بدا يفور نشا الذرة ما بيسوي طعم في الوصفه ولا بس انه هو للتماسك لا يوم نحط فيه ما بيحط اي طعم لانه ياس نحطه على النار فهو بيتماسك يعني بس مهمته انه يتماسك الحين هو بنحط فيه الشوكولا فبعدين شيء ثاني انه ما بيكون فيه عرفت طعم. السر الجميل الشوكولا زين باقي شوي لين ما يبدا يفور بعد بننتقل وبنصب فيه المقادير الثانيه حلو زين بدر في بديل لنشا الذرة او مثلا للسكر مثلا في بعض الناس يحبون السكر اللي هو الاسمر يقدرون يستخدمونه في هالوصفه ولا لازم يلتزمون بهاي المعايير؟ يستوي تستخدمون السكر الاسمر بس مو بالسكر البني لان في فرق بينهم فاذا تستخدمون السكر الابيض انا افضل السكر الابيض لانه يعطي الطعم احلى. في ناس يسوون رجيم فانا اتوقع انهم بيمولون يعني صوب السكر الاسمر اكثر من السكر الابيض بس هو يستوي صح؟ هي بس بعدين مره ثانيه في داخله شوكولا يعني اذا عندك رجيم متاكد انه هو رجيم بيخرب الرجيم. انا ما شاء الله قاعده اشوف الوجبه قاعده تتماسك. مثل ما تشوفين مقاديرها وايد سهله، اشياء بنحصلها في البيت كل يوم. فترمون مثلا ملانين تردون تسيرون البيت تجربونها. حلو. والحليب بدل ما يكون فرش يستوي نستبدله بحليب مجفف مع ماي ولا لازم يكون فرش عشان لا حليب فرش يعطي طعم اقوى بس يستوي تستخدمون مثلا قليل الدسم او مثلا منزوع الدسم على حسب وهو بالنهايه الرجيم رايح يعني رايح حتى لو نستخدم قليل ولا منزوع الدسم اتوقع انه رايح كذي خلصنا صح؟ هي. حلو اوكي مثل ما تشوفون الحين بننتقل هني ممتاز الحين بناخذ الفانيلا عندنا ملعقة صغيرة ونصف من الفانيلا نصبها فيه الفانيلا لونها الطبيعي كذا؟ ايه الفانيلا الطبيعية تكون على شكل يعني ما تكون على شكل اعواد صح؟ هي. حلو بس اليوم بنستخدم هذا لانه اسهل اليوم نذوبها جميل راح نتاكد ان احنا خلطنا الفانيلا وعقب بعدين بنستخدم ملعقة من الزبدة اوكي يفضل انها تكون زبده ذايبه وغير مملحه هي. انا حفظت عاده من سالفه الجمعيه حافظه ان كل حلوياتك زبده غير مملحه بعدين ان شاء الله نشوف تجربينها في البيت وباشوف نتائج من وراها هي انا صراحه بسوي حتى تي في الانستغرام بحط صور جميله بخصوص برنامجنا سكر زياده حلو. زين وبحط فيها الشوكولا بس وين الشوكولا شوف هو هذا الشوكولات انت لازم تنسى موضوعه يعني انا كنت جايبت لك وفي نفس الوقت
انا وعدتك اني انا اخذ كميه حقي. ليش اشوف انه مفتوح؟ لان انا كلت وانا جايه في الطريق. بدر انت لازم تقدر هالشيء، انا تعبت في الجمعيه وايد اليوم. احنا راح تفرغ هذيله اول شيء في الاكواب. اي ممتاز. صبي شوي مشكله اذا سمحتي. ان شاء الله اسمح. ليش ما اسمح؟ اوكي خاشقه واحده. اوكي لا اكثر زياده. طيب نحتاج على الاقل كوب واحد. يستاهلون المشاهدين. بحط كوب واحد يعني ها كله. كوب هي. اوكي انت جايب شوكليت ثاني صح؟ هي عندنا في الثلاجه تبين. بس نحتاج هذا الوعاء. طيب كامل. هذا اثنين نكون. وهذا انت طول ما انت تحرك الذوب. طيب شو يصير لو ذوبناها وهي على الغاز نفسه؟ بيساعدها انها تذوب اسرع. تذوب اسرع اذا تخلونها وايد على النار بعدين بتبدا تحرق. طعم حرق صح؟ هي. طيب بدر مو خلاص؟ ادري الحين حطيتي لي بس نص كوب. زين مثل ما تشوفين الحين يوم بدينا كان وايد سائل، الحين مثل ما تشوفين غليظ. اذا نشيله فوق ينزل شوي. اوكي. الحين اذا لو سمحتي دعاء تعطيني هذه. هذه؟ هاي. تبون تستخدمون اي شيء تبون مثلا. هاي اسهل في السلك صح؟ هي. تفضل. نصبها. اوكي. باخذ شوي منها. بس حاسبون شو تصبون لان الخليط وايد حار. يا سلام. بس لا تترسونها لان بعد في مفاجأة ثانية بنحط بعد فوقها. شيء ثاني انت خشن عني يعني؟ هي بعد عندنا وايد مفاجآت اليوم. يعني هو عرف اني انا من مدمنين الشوكلت والقهوة وقام يخش الاغراض. طيب يا بدر شكرا لك. بس يعني نكتفي بالنص بدر على اساس انه بنحط شيء فوق بعد. واذا تبون تقدمونه بطريقه ثانيه ترمون تحطونه مثلا هاي الملال. يا سلام. فمو لازم تقيدون بالفنايل، ترمون تستخدمون اللي تبونه. حلو. او مثلا ترمون تحطونه في وعاء كبير بعدين تقدمونه للناس. ما شاء الله حلو. اوكي. بس كفنايل اتوقع انها فكره جديده بدر. هي. احنا في سكر زياده نتميز بكل. لازم نتميز. اي صح حلو كلامك. الحين انا متحمسه الحين. زي شو رايك انا اتم اكمل هذا وانت تجيب المفاجاه؟ اوكي. اتوقع في الثلاجه يعني لانه شوكليت كذي. تمام اخذ مفاجاه. هي انفع اكون شيفي يعني وياك. ممتازه ممتازه. طيب اوكي بننتقل هناك. جميله ناخذ هاي ويانا. اوكي الحين طبعا هاي. هذا ايس كريم ذايب جميل وشهي ولذيذ مثل ما تشوفون. بنتريه يوم بنحطها في الثلاجه. هذا هو الجاهز صح؟ هي بنخليه في الثلاجه تقريبا ساعه الى ساعتين. بعدين بنحط فوق الايس كريم. يا سلام. طبعا لازم نتريا انه يجمد على اساس عقب ان نستخدم الايس كريم فوقه. وبكذي بنكون انهينا الشكل النهائي لحلوى الاسبريسو بفنايل القهوه. طبعا بدر الشكل وايد حلو وجميل. مشكوره. يعطيك العافيه ان شاء الله. وبكذي نكون انهينا الحلقه الخاصه بسكر زياده. ان شاء الله. وفعلا هالشيء سكر زياده على قلوبنا وبناكله ان شاء الله انا وياك. ان شاء الله يعجبك ويعجب المشاهدين. ان شاء الله يا رب. اذا مشاهدينا نشوفكم في حلقات جديده وثانيه واكيد مميزه وجميله في برنامج سكر زياده. مع تحياتي دعاء الحمادي و بدر نجيب. مالها.